ترمي لنفسك ومهنتك. رياضة بستفيد مصممة أزياء من المرات. ممكن توصفين عملك الفني؟ شنو عادة يكون؟ هو دمج بين الفن والتصميم، تصميم الأزياء. ماذا يعني لك التراث الإماراتي المعاصر؟ نحن عايشين في دولة معاصرة، فالتراث هو قديمنا وجديدنا هو المعاصر، فدمج التراث بالتصاميم العصرية يخلق لنا منتجات جميلة. ما هي برأيك أهمية هاي المجموعة اللي أنتي هسه شاركتي أو القبعة اللي أنتي شاركتي معنا بيها؟ سميتها بحر جميرة لعلاقتنا بالذكريات البحر، علاقات الأهل، تجمع الأهل على بحر جميرة، على الغوص، الصيد، فهذا كله جمعتها في مجموعة سميتها بحر جميرة. الزوار إلى هذا المعرض، شو اللي حابة، شو اللي تبينهم يستفيد يعني يستنبطون من هذا المعرض؟ البقع اللي مال أول مال ثاني، فنحن نقدم التراث بشكل عصري ونبينهم إن هم يتمسكون بالتراث ولكن نحن عايشين في تقدم. بكلمة واحدة، ما هي المشاعر اللي تحاولين استحضارها من خلال هذا التصميم؟ سميتها ذكريات، لأن البحر عبارة عن ذكريات. ممكن الإنسان يتذكر الغوص، يتذكر لمات الأهل، مجلس البحر اللي هو قراءة كتاب على البحر أو رسم لوحة مثل ما أنا أسوي دائماً. بعيد السؤال بس أحتاج كلمة واحدة. أوكي. شو هي بكلمة واحدة ما هي المشاعر اللي تحاولين استحضارها؟